هو أن المنطقة الشرقية الآن يعني مهيئة بشكل كبير أكثر من أي وقت مضى إلى حالة من الانفجار، هذه حقيقة. الأحداث مست الجميع والجرائم مست الجميع. أنتم رأيتم كيف أحد يعني المؤيدين لعملية الكرامة يستغيث ولا يخاطب الشرطة كما يحدث في الوضع الطبيعي. لما تراجع الأحداث في سنة 2012 و13 ما يسمى بالسبت الأسود وأحداث المعسكر متاع الكويفية وغيرها، كان الناس كلها متجهة إلى ماذا سيفعل النائب المحامي العام في بنغازي، ماذا ستفعل النيابة، ماذا سيفعل مجلس البلدي. اليوم يقولها بكل صراحة وهو يستغيث ويصيح بوحلاق، يقول يا حفتر يا فلان، يعني يناديهم بالاسم لأنه يعلم حقيقة ليس هناك أجهزة، ويتحدث في ثنايا وهو يروي في ثنايا القصة وهو يروي الحادثة، يقول لك أن شخص يشتغل في الكتيبة فأخرج معه قدرات الكتيبة التي كان يفترض أن تكون موجودة لتعمل لتحقيق إرساء الأمن وليس لاستخدامها في الأغراض الشخصية والنزاعات الأهلية. يعني أنت تتحدث على يعني يشهدون على أنفسهم بأنهم أجرموا ولا زالوا يجرمون. نحن أمام حالة كما ذكرت لك أن على القبائل وعلى الصحفيين وعلى الإعلاميين وعلى النشطاء الذين صدعوا رؤوس أهل بنغازي بهذه الهتاف، نبوا جيش ونبوا شرطة، بنغازي راهي في ورطة الآن، في ورطة أشد مما كانت عليه في زمن وسام بن حميد رحمة الله عليه وبوكا وغيره من هؤلاء الأبطال. الآن أشد، الآن تقتل نساؤكم في الشوارع وتصمتون، الآن تختطف النساء من بيوتها وتصمتون، الآن تحلق شعورهن وأنتم تصمتون. الآن كل مظاهر الذل أسبقت على هذا الإقليم الذي يسمى إقليم برقة، لا تاريخ لا بطولة لا نخوة لا شجاعة، كل ما يريد أن يفعله حفتر وابنه يفعله وهم صاغرون، لا صوت لهم لا ردة فعل. هذه الحقيقة. اليوم عليهم أن يدفعوا الثمن الذي ذكره لك الأستاذ الدكتور سامي، عليهم أن يخرجوا ليتحملوا، هم الذين ورطوا المدينة في هذه الكارثة، هم الذين سلموها لهؤلاء المجرمون والقتلة من مجرمي الأحياء والصحوات، هؤلاء يتحملون المسؤولية أشد من حفتر. هؤلاء لو كان في قضاء حقيقي أول من يقدم المحاسبة وأن يراهم الليبيون في أقفاص المحاكم، لا أن يخنسون اليوم ويختبئون. أخرجوا وحدثوا بني بلدكم وقولوا ما الذي حصل، لماذا انفلت الأمن بعد ما يسمى بتحرير المدينة، لماذا لم تستطيعوا ضبط أي شيء، لم تخرج نتيجة أي جريمة حدثت، لماذا لم تستطيعوا أن تحموا مؤسساتكم الاقتصادية، لماذا عجزتم عن حماية أراضيكم على حماية الناس، لماذا؟ هذه أسئلة ملحة. أخرجتم الإرهابيين، نعم اليوم أخرجتم الإرهابيين، وبنغازي تنعم بالأمن والأمان، نعم، فما الذي يحدث؟ أين شيوخ القبائل هؤلاء المرتزق المرتشين؟ أين الشعراء الذين صدعوا رؤوسنا بحفتر وغير ذلك؟ الفنانين الذين يسمعون هذا التأييد كلهم مسؤولون، وقفوهم فإنهم مسؤولون، قال القرآن، هؤلاء مسؤولون.